بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هلا هذا موتور يمشي، يعني يمشي بارتنير، يمشي بيجو ستروين، هذا اللي هو سموه 2 لتر 2.0، هذا اللي هو يجي التربو نتاعو من تالي، يعرفوه بالتربو نتاعو من تالي، هذا 2 لتر تربو اريير كوم الراي حتى هو، انما يعني ما يشبهش لل 1.6. هذا بالنسبه للمحرك، هذا كما قلت لكم 2 لتر، هذا موجود في اغلبيه السيتروين والبيجو موجود فيها. باش نعطيكم عليه بسطه، هذه البومب كوم الراي نسموها، هذه بومب اتش بي كوم الراي، هذه عندنا الرامب اللي هي نتاع الكلبيتر نتاع الانجكتور، رامب انجكتور الماركه بوش، كل الماركه بوش، هذوما الانجكتورات نتاعو البخاخات، هذوما الانجكتورات. هذا بلف التبخير يخدم عنده المحركات هذوما، فيهم زوز بلف التبخير، فيهم هنا هذا يرجع الزيت للكارتير، وفهم هذا يخرج الهواء، عندهم زوز بلف التبخير هذوما المحركات هذوما. هنا اش عندنا؟ عندنا هذا مبرد نتاع الماء في الزيت، مبرد الزيت للماء. عندنا من هنا هذا شوفوه الرجوع نتاع الزيت اللي هو يرجع من بلف التبخير، يجي يرجع للكارتير عن طريق المكان هذا. هذا مقياس نتاع الزيت، مكان مقياس نتاع الزيت. من هذا عندنا فولو موتور اللي هو فيكس، يعني ماهوش بماس، عادي في الواحد نتاعها مضم، طبعا ناقص مريات باش نركبوه. عندنا هذايا اللي الكور نتاع الترموستات كامل يجي مع بعضه كله، هذا يعني قطعة واحدة فيها يدخل المازوت يسخن ويخرج زادة، فيه نوع من في فما أنواع يدخل فيهم المازوت باش يسخن، يدخل فيهم الديزل باش يسخن، وبعد يمشي للمضخ. فما انواع، هذه بومبا فيت اللي هي مضخة شفط الهواء للسيرفو. عندنا هذايا هنا التربو، هذايا التربو نتاعو، فما نوعين من التربو، فما التربو مقبل هنا وفما التربو مقبل هنا العكس، يعني فما نوعين. هذايا الدريت نتاع التربو، هذا هنا يمشي للجير، هذا الجير هنا، هذا كله تابع للجير، يمشي للجير. هذا هنا كولكتور نتاع الشافون. عندنا هذه الممبران تاع التيربو، هذا كما قلت لكم الديريت تاع التيربو، هذا الكوليكتور تاع الادميسيون تاع الهواء، هذا الكابتير تاع الربركام اللي هو حساس للربركام. هذه من هنا عندنا كاتينا اللي هي شان ديستريبيسيون، كاتينا كامله عندنا فيها مضخة الماء، عندنا فيها طوندورات، عندنا فيها هذايا فيبروكان، هذه الكاتينا السبته كامله من قدام، السبته هذه كامله من قدام. هو الموتور عريان من غير كاش، طبعا نحضروا فيه باش نبدلوا له السبته نتاع. عندنا هنا مكان الدينامو ومكان المكيف، وهنا الكارتير الالمنيوم خزان الزيت الالمنيوم يعني باش يركب فيه المكيف. هذه هنا عندنا الحساس نتاع الزيت، كابتر الزيت او مانو نتاع الزيت. عندنا هذه المانو نتاع كوم الراي، هذه المانو نتاع كوم الراي اللي هي نتاع الرومب اللي هي حساس، هذه نتاعها. هذه الحاجات اللي هما يعني موجودين فيه وظاهرين اكثر شيء. طبعا عندنا هنا مصب الزيت، من هنا مصب الزيت، ومن هنا غطاء نتاع الربركام، هذه غطاء نتاع الربركام، ترموستا مكان ترموستا، هذا مكان حساس الحرارة، هذا مكان حساس الحرارة من هنا. هذا يعني بلف التبخير كيف قلت لك، فيه مزوق فيه اثنين، انا اعطيتكم عليه بسطه هذه ان شاء الله ينفعكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.